استذكرت الجماهير يوم أمس في بلدة النويدرات التوصيات التي شدد عليها القيادي البارز والمؤسس لتيار الوفاء الأستاذ عبد الوهاب حسين في ذكراها السنوية الثالثة، حيث أكد من فوق منصة دوار اللؤلؤة على أن إسقاط النظام الحاكم هو مطلب ممكن. إسقاط النظام مطلب في غاية الإمكان. إسقاط النظام مطلب تحققه في غاية الإمكان. وإذا سقط هذا المطلب، لن تكون هناك أي فرصة لإقامة مملكة للسورية. وحذر بأن دخول قوى المعارضة في التفاوض من أجل إقامة مملكة دستورية سيؤدي إلى تلاشي الزخم الثوري. من الناحية العملية ابتعدوا عن التضييرات النظرية. من الناحية العملية إذا دخلت قوى المعارضة في التفاوض من أجل إقامة مملكة دستورية، فهذا التفاوض سوف يستغرق شهور. بمعنى آخر أن هذا الزخم الثوري سوف يتلاشى. عبد الوهاب تنبأ بأن السلطة ستفرض إرادتها على القوى السياسية في حال دخلت هذه القوى في مفاوضات، في إشارة للجمعيات السياسية المعارضة، وتكون المفاوضات بعيدة عن هذا الاحتضان الثوري. بمعنى آخر سوف تعطى الفرصة للسلطة لكي تفرض إرادتها على القوى السياسية. الجماهير التي احتشدت في بلدة النويدرات أكدت على التزامها بتوصيات الأستاذ عبد الوهاب، وكان ذلك بارزا في الشعارات التي هتفت بها. قوات النظام المتمركزة حول البلدة سارعت إلى قمع المسيرة بالغازات الخانقة وبالرصاص الانشقاري حسب ما أظهرت مقاطع فيديو.